يلتهب نارا يصيح احرقوا بيوت الظالمين. يقول الراوي لما رفع راسه راينا ان وجهه تلطخ بدم عليه. الله يرحمه الشيخ عبد الزهر الكعبي الخطيب زميلنا رضوان الله عليه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وافضل الصلاه واتم التسليم على اشرف الخلق وأعز المرسلين، حبيب إله العالمين وشفيع المذنبين في يوم الدين، أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه الغر الميامين المنتجبين ومن تبعهم ومالاهم بإخلاص إلى يوم الدين. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بدء أتقدم إليكم وإلى سيدي ومولاي صاحب العصر والزمان، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء بخالص العزاء، بذكرى شهادة جده الإمام باب الحوائج إلى الله موسى بن جعفر الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام، سأل المولى العلي القدير أن يأجرنا وإياكم أفضل أجور الصابرين على ما أصابهم، وأن يجمع شملنا بسيدنا ومولانا باب الحوائج إلى الله وزيارته في الدنيا وشفاعته بالآخرة، إنه سميع مجيب. نتابع ما أخذنا في الدرس الماضي حول أداء ديباجة موفقة تعتبر افتتاحية للمجلس الحسيني. وقبل أن نواصل التمرين على أداء ديباجة أصولية خاضعة للقواعد الصحيحة، أقول أن ديباجة المجلس الحسيني تختلف من مجلس إلى آخر. فديباجة مجالس عاشوراء قلنا يجب أن تبدأ بصلى الله عليك يا أبا عبد الله، ومجالس شهادات الأئمة المعصومين كهذا اليوم يجب أن تشتمل إضافة للصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم تقديم العزاء بصاحب الذكرى، واستخدام عبارات شجية وحزينة من زيارة أو مقتل ذلك الإمام المعصوم أو تلك المعصومة كالسيدة الزهراء سلام الله عليها، أو أمها خديجة الكبرى سلام الله عليها، أو ابنتها السيدة زينب سلام الله عليها، وهكذا دواليك. أما إذا دعيتم إلى مولد فديباجة المولد تختلف عن ديباجة العزاء، تختلف لحنا وتختلف كلاما. الكلام نبدأ بالاستعاذة من الشيطان الرجيم والبسملة والحمدلة والصلاة والسلام على رسول الله بأفضل تحية وسلام كما بدأنا محاضرتنا هذه. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الخلق وأعز المرسلين شفيع المذنبين في يوم الدين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذه ديباجة المولد، وبالإمكان أن تبدأون بقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بعد هذه الديباجة
يقرأ الخطيب أبيات كأبيات المقدمة ولكن في فضائل المحتفى به، يعني أبيات توشيح، لا نغم حزين بل نغم مفرح حسب المقامات التي سنأخذها تباعا إن شاء الله. يعني أبيات نقرأها بشكل فرايحي مولد، ثم نقرأ قصة المولد أو آيات تدل على كرامة المحتفى به أو موضوع يخص تلك الشخصية العظيمة كمولد الزهراء سلام الله عليها أو مولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نتكلم عنه بتفصيل ونوصل هذه الرسالة إلى الناس. ثم نختم المجلس بأبيات أو بأنشودة من الأناشيد التي تمجد وتمدح وتذكر فضائل المحتفى به. يعني نبلش بالآية القرآنية إن الله وملائكته، أو بالبسملة والحمدلة والصلاة والسلام على رسول الله، وأبيات مديح، ثم سيرة للمولد، ثم نختم بأنشودة. تختلف فقرات المولد عن فقرات المجلس العزاء. واضح؟ إضافة إلى أن النغم يجب أن يكون فرايحي، يعني يوحي بالفرح، والكلمات المنتخبة تكون ضمن إطار ذكرى الولادة، والأبيات المنتخبة يجب أن تكون تخص الولادة. يعني مثلا إذا أردنا أن نبدأ مولدا لأبي عبد الله الحسين عليه السلام، مولد الحسين عليه السلام بعد كم يوم، 3 شعبان، سنحتفل جميعا بمولد الحسين عليه السلام، فكيف نبدأ؟ مقدمة بدي أنسيكم الديباجة وأرجع أشوف ترسخت في الأذهان أم لا. أبدأها كذا: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. لمهدك آيات ظهرنا لفطرس، لمهدك آيات ظهرنا لفطرس، وآية عيسى أن تكلم في المهدي، فإن ساد في أم فأنت ابن فاطم، فإن ساد في أم فأنت ابن فاطم، وإن ساد في مهد فأنت أبا عبد الله، فأنت أبو المهدي. صلوات قرأنا صوت في بهجة، في فرح، في سرور، أبيات تخص مولد الحسين، ثم نقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين صبط من الأصباط، صدق الصادق الأمين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ونبدأ بشرح سيرة الإمام الحسين عليه السلام
إلى أن خلصنا في ثلث ساعة نصف ساعة اللي مطلوب من عندنا، ثم نختم بأنشودة على الإمام الحسين عليه السلام. وأتمنى أن يكون شعار الجميع هالأبيات التي أنشدها وتغنى بها غلام قتل والده يوم الطف بين يدي الحسين عليه السلام. هذا النشيد أتمنى أن نقوم الآن ونقرأه مع بعض، نقرأه مع بعض ثلاثة أبيات، ثلاثة أبيات سنقرأها بطريقة الأنشودة، وتكون شعار لنا في كل حفل يعقد لأبي عبد الله الحسين عليه السلام في الولادات. في الولادات نبدأ بهذه البداية، اعتبروا نشيد الحسين الخالد. أقرأ أمامكم ونعيد مرة ثانية. أميري حسين ونعم الأمير، سرور فؤاد البشير النذير، علي وفاطمة والداه، فهل تعلمون له من نظير؟ أميري حسين ونعم الأمير، سرور فؤاد البشير النذير، علي وفاطمة والداه، فهل تعلمون له من نظير؟ له غرة مثل شمس الضحى، له طلعة مثل بدر منير، حسين 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 ميري حسين ونعم الأمير، سرور فؤاد البشير النذير، علي وفاطمة والدة، فهل تعلمون له من نظير؟ له غرة مثل شمس الضحى، له طلعة مثل بدر منير، حسين 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 حسين. صلوات هذا الشعار له معاني عظيمة جدا، له معاني عميقة، معاني فلسفية كبيرة، وتعني أنكم وقفتم في يوم الطف ونصرتم الحسين بن بنت رسول الله قولا وعملا. ألا وإنكم الآن سجلتم أسماءكم في سجل أنصار أبي عبد الله الحسين وبايعتموه بالإمارة، أسأل الله أن يجعله لنا إماما وقائدا وهاديا في الدنيا وشفيعا في الآخرة، إنه سميع مجيب. إذن عرفنا كيف نقرأ المولد من خلال هاللقطة الصغيرة، من خلال هذا التصور الصغير للمولد. نعود إلى الديباجة. الآن طبعا تغيرت الأذن، النغم الذي سيملأ الأذن الآن غير. راح نحاول منو الآن عنده استعداد يطلع على المنبر ويسمعني ديباجة؟ محمد تفضل. يثبت لكم بأنه لم يتأثر بالنشيد. صلوا على محمد وآل محمد. طيب ضيف بدك إياه. أصبح النهار صلاة على محمد وآل محمد. الله.
صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أحسنت صلى على محمد أحسنت. على نار تلقى يهرب لبارد ويا ابن سعد وابن سعد بيد القبس يلتهب نارا يصيح احرقوا بيوت الظالمين. يقول الراوي لما رفع راسه راينا ان وجهه تلطخ بدم عليه. الله يرحمه الشيخ عبد الزهر الكعبي الخطيب زميلنا رضوان الله عليه.